طيب النهارده معانا مفاجأة الحقيقة، أنا كنت من عشاقه أو كنت من عشاق الدويتو ده، اللي شاف واللي شجع واللي انتمى لمان يونايتد في فترة من الفترات وتحديدا فترة أليكس فيركسون يفتكر كويس جدا ثنائي الجيل. طبعا كله كان استثنائي، يعني أنت بتتكلم على جيل في كل الخطوط أهم نجوم العالم وأهم الأسماء، ويمكن هي الأسماء أو الجيل ده تحديدا اللي ساهم بشكل كبير في انتشار اسم اليونايتد، نجاح اليونايتد على المستوى العالمي مش على المستوى الإنجليزي. هو طول عمره من كبار الأندية الإنجليزية، لكن الفترة دي في وجود الأسماء دي وخصوصا الدويتو اللي بكلمكم عليه دوايت شورك وأندي كول، قدر اليونايتد إنه يسيطر ويهيمن على الكرة في إنجلترا وفي أوروبا، ويقدم نسخة استثنائية جدا من نسخ مانشستر يونايتد اللي نجح في التتويج بثلاثية في سنة من السنين. لكن الثلاثية دي الحقيقة نقف فيها وقفة مع واحد من أهم المباريات اللي جت في تاريخ نهائي تشامبيونز ليج أوروبا، اللي شافها هيفتكرها كويس جدا. نهائي جمع في الكامب نو ما بين المانيو و أو المان يونايتد والبايرن ميونخ، نهائي استثنائي في أحداثه، مش بس عشان بيجمع بين فرقتين من أهم الفرق في أوروبا، لكن لما تسمعوا تعرفوا سيناريو الماتش مش إزاي، وده اللي هنتكلم فيه النهاردة مع نجمنا ومفاجأة حلقتنا نجم المان يونايتد دوايت شورك اللي هيكون ضيفنا في حلقة النهاردة. نسخة من أمتع النسخ اللي تخليك الحقيقة اللي بيحب الكورة يعني يستمتع بفترة المان يونايتد. بتكلم على جيل كله أساطير يعني في والحقيقة يمكن يونايتد من حيث الكواليتي عمري ما حسيت إنه مش فريق كبير، يعني شخصية البطولة موجودة، الجماهيرية موجودة، الإمكانيات موجودة، لكن الحقيقة بعد النسخة دي اليونايتد فقد بريقه إلى حد كبير. لكن يبقى دوايت شورك واحد من أفضل الحقيقة المهاجمين اللي استمتعت أنا شخصياً بمتابعته، والحقيقه واحد من اهم افراد الجيل الذهبي اللي حقق الثلاثيه مع المان يونايتد في نهايه التسعينيات. دوايت شورك هو ضيفنا اللي بيشرفنا في السادسه فيديو كونفرنس، الحقيقه استثنائي اتشرف بوجوده معايا واشكره طبعا على وقته وعلى مشاركته معانا في السادسه. اهلا بيك دوايت شورك معانا على شاشه النادي الاهلي. ثانك يو. شكرا شكرا جزيلا على مقدمتك. انا عارف طبعا انك مشوارك طويل، نجاحات كبيره، لكن بعتقد انه مرحله مان يونايتد مع أليكس فيركسون ومع جيل تاريخي مثل يونايتد في الفتره دي ممكن تكون هي الاهم في مسيرتك الكرويه. Yes. Thank طيب. you very, شكرا yeah. much. I had a very, أنا أقدر long and healthy career, الفترة التي قضيتها مع مانشستر يونايتد. طيب هنحاول نتواصل مع دوايت شورك مرة تانية، خليني أكلمكم شوية للي ما شافش أو ما سمعش عن نسخة اليونايتد في نهاية التسعينيات الحقيقة تحت قيادة أليكس فيركسون. الحقيقة سيطرة شبه كاملة، تقدر تقول عليه أهل إنجلترا أو أهل البريمير ليج، سيطرة شبه كاملة، اكتساح شبه كامل. المنافسة يمكن كل فترة بتيجي مع فريق مختلف، شوية الأرسنال شوية ليفربول، سيتي في الوقت ده كان بعيد تماما عن الصورة. لكن خليني أكلمك كمان على الجيل، أنت بتتكلم على أساطير في كل مراكز الملعب، بداية من بيتر شمايكل في حراسة المرمى، مرورا بقى بيابستام، راين جيجز، بول سكولز، ديفيد بيكهام، إريك كانتونا، تيدي شيرينغهام، سولشاير. ويكفي ان انا اقول لك في مباراه النهائي اللي كنت بكلم حضراتكم عليها ليها اقول لكم الماتش ده ما بيتنسيش بالنسبه للي شايفه، يعني واحد ماتشات النهائي تشامبيونز ليج اللي ابدا مش ممكن تنساه. في المباراه دي كانت بتتلعب في اسبانيا في برشلونه في ملعب الكامب نو، وكانت الطرفين النهائي زي ما قلت لكم مان يونايتد وبايرن ميونخ. في بدايه المباراه كان طبعا اللي بيقود بايرن ميونخ اوتمر هيتفيلد، واحد من الاسماء الكبيره جدا، وكان بيقود طبعا اليونايتد اسطوره التدريب في السير أليكس فيركسون، طبعا اسطوره التدريب في انجلترا. لكن خليني اقول لحضراتكم انه سيناريو المباراه في حد ذاته خليك ما تنساهاش، بصرف النظر عن الاسماء الكبيره اللي كانت موجوده في الملعب، بصرف النظر عن قيمه الفرقتين في اوروبا. سيناريو الماتش نفسه في بدايه المباراه في الدقيقه 6 في الدقيقه 7 قدر البايرن ان هو يسجل هدف الاول في مانشستر يونايتد، واتقفل الجيم بعد كده، او اتحول سيناريو المباراه عباره عن هجوم وضغط شديد جدا على مدار ال 90 دقيقه او ال 84 دقيقه المتبقيه من بعد تسجيل البايرن لهدفه، ضغط شديد جدا ومكثف من اليونايتد في محاوله للتعويض وهجمات مرتده
وتحولات هجوميه اللي كان بيوجدها جدا، وكان عنده لعيبه سريعه جدا في الوقت ده بايرن ميونخ. فبالتالي الماتش عباره عن فرص مكثفه وضايعه وفشل في التسجيل لليونايتد، ومهاجمات مرتده كتير جدا شكلت خطوره على دفاعات اليونايتد من بايرن ميونخ. لكن انتهت او وصلنا للدقيقه الاخيره من عمر المباراه وما زالت النتيجه مستمره 1-0 لصالح البايرن ميونخ. كره ثابته بتتلعب او بيلعبها ديفيد بيكهام على ما اتذكر في قبل 36 او قبل 37 ثانيه تحديدا. انا رجعت الحقيقه للسيناريو لانه السيناريو كان مثير جدا. قبل 37 ثانيه من نهايه الوقت الاصلي بيقدر تادي شيرينغهام انه يسجل هدف التعادل في الدقيقه 90 قبل ما الوقت الاصلي ينتهي ب 37 ثانيه. فالكل هنا توقع انه خلاص احنا رايحين للاكسترا تايم، وانه خلاص اليونايتد نجح في. وبالمناسبه الكره اللي اتلعبت، الكره العرضيه اللي لعبها ديفيد بيكهام واللي كان نتيجتها انه اليونايتد يسجل هدفه الاول، كان بيتر شمايكل حارس المرمى داخل منطقه جزاء لانه كان بالنسبه لهم دي الفرصه الاخيره. طب دوايت يورك ارجع لنا، خلينا نستعيد مع الذكريات دي مره ثانيه. دوايت يورك برحب بيك مره ثانيه، وخليني الحقيقه انا كنت بحكي للناس على السيناريو المثير في نهائي دوري ابطال اوروبا مان يونايتد بايرن ميونخ نسخه 99. ذكرياتك عن المباراه دي وايه اللي كان بيتقال بينكم وبين بعض في الملعب، وايه اللي قاله لكم اليكس فيرجسون بين الشوطين بعد تاخر يونايتد بنتيجه 1-0 قدام بايرن ميونخ؟ في البداية أنا أعتذر عما حدث بسبب ضعف الشبكة في المكان الذي أتواجد فيه، وأعتذر كثيرا عما حدث في منذ دقائق، ومن بالغ سروري أن أتواجد مع قناة النادي الأهلي في مصر. نهائي 99 كانت لحظة تاريخية لمانشستر يونايتد ولي على الخصوص، وأعتقد أنها كانت أهم مباراة للجيل بأكمله. قبل دقيقة من نهاية المباراة كل جمهور وعشاق اليونايتد حسوا انه اليوم مش يومهم، او انه البطوله خلاص في طريقها للعوده لميونخ. لكن الحقيقه حدث تحول غير طبيعي في اقل من دقيقه، تسجيل هدف التعادل في الوقت في نهايه الوقت الاصلي وقبل نهايه المباراه، وكل بيستعد لاستقبال الوقت الاضافي. قدر اليونايتد او قدر سولشاير في الوقت ده على ما اتذكر انه يسجل هدف الفوز عشان تحتفل اليونايتد بالبطوله. كنتوا بتقولوا ايه في الملعب؟ كنتوا بتتكلموا مع بعض ازاي؟ طبعا المباراه دي زي ما قلت لكم في كل مركز من المراكز كان في اسم كبير جدا في اليونايتد. اندي كول ودوايت يورك بداوا المباراه الى اجوار مثلا، يعني بشوف واحد من افضل اصحاب القدم اليسرى اللي جم في تاريخ كره القدم، الويلزي، براين جيجز، بول سكولز، واحد من اساطير اليونايتد، ديفيد بيكهام حدث ولا حرج، طبعا مش محتاج اتكلم على بيكهام، ياب ستام طبعا المدافع الهولندي الشهير في خط الدفاع، بيتر شمايكل واحد من اعظم حراس المرمى في التاريخ الدنماركي طبعا، وغيرهم كتير الحقيقه. وكان في غيابات في المباراه دي، اعتقد روي كين، بول سكولز ما شاركوش في المباراه لاسباب مختلفه، منها اصابه منها ايقاف مش فاكر يعني. لكن في النهايه قدر اليونايتد انه يرجع تقريبا في خلال 3 دقائق 37 ثانيه زي ما كنت بقول لكم قبل ما الوقت الاصلي ينتهي، وقبل نهايه الوقت الضايع بحوالي 43 ثانيه قدر يسجل سولشاير هدف الفوز. عايز ارجع معاك مره ثانيه، ارجع لنا دوايت يورك، عايز ارجع معاك مره ثانيه للحظات الياس اللي ممكن تكونوا مريتوا بيها او الاحباط، احساسكم ان البطوله بتبعد عنكم، المباراه بتقرب على النهايه، ازاي استطاع اليونايتد انه يفاجئ جماهيره قبل ما يفاجئ جماهير المنافس ويقلب الخساره لمكسب ويحقق لقب غالي جدا؟ بالطبع أعتقد أن الكثير من الجماهير متفقون مع هذا، أننا كدنا أن نخسر المباراة، مباراة صعبة أن تصل إلى النهائي ضد فريق كبير، العالم بأكمله يشاهدك، لديك بول سكولز وكين لن يلعبا المباراة، لست جاهزا على مستوى خط الوسط، فبالتالي ولكن في الواقع وعلى حقيقة الأمر استطعنا أن نسيطر، استطعنا أن نفوز وأن نكون الفريق الأول الإنجليزي الأول
الذي يحقق هذا الإنجاز. كان معنا لاعبون مهمين كتيدي شيرينغام، وكان قد خضنا مباراة ملحمية بمعنى الكلمة. أعتقد أن الجميع في هذا الوقت كان يظن أن البايرن يستحق الفوز، ولكننا قمنا بهذا العمل، وهذه كرة القدم وهذه متعة كرة القدم، وكانت مباراة رائعة فعلا. يمكن اسم دوايت يورك ارتبط بشكل كبير باندي كول، يعني انتوا الاثنين يمكن كنتوا ثنائيه مميزه جدا. هل اندي كول كان اكتر لاعب قريب من دوايت يورك، ولا كان طبعا الجيل كله كان جيل عظيم وكلهم اساطير في كره القدم الانجليزيه؟ بتكلم على جيجز، بتكلم على سكولز، بتكلم على كانتونا من قبلهم، بتكلم على ديفيد بيكهام. مين كان الاقرب لدوايت يورك، وازاي بتشوف الفتره دي نجاحاتكم اللي حققتوها تحت قياده اليكس فيركسون؟ نعم، اسمع، أنا على علاقة طيبة بالجميع. أنا قضيت وقت سعيد مع الفريق بأكمله، ولكن أفضل لحظاتي بالفعل كانت بجوار صديقي المفضل أندي كول، كما ذكرت. بجانب علاقة الملعب، كان لدينا، هو بالنسبة لي هو أفضل مهاجم في الدوري الإنجليزي، قد أحرز 87 هدف، فبالتالي هو مهاجم مخضرم، وكان فخرا لي أن ألعب بجوار كول. لقد كان كابوسا للمدافعين في هذا الوقت، قد أحرز أهدافا حاسمة، وقد قمنا بعمل رائع معا، وأنا سعيد وممتن للفترة التي قضيتها بجواره. طيب، يمكن أسألك السؤال اللي كل عشاق اليونايتد بيسألوه لسنوات طويلة، يعني يمكن من بعد الجيل ده، من بعد جيل دوايت يورك واندي كول وراين جيجز بول سكولز، أتت العديد من الأسماء سواء على مستوى اللاعبين والنجوم. يعني جاء اسماء كبيره جدا، وين روني، فان بيرسي، كريستيانو رونالدو، جاء اسماء على مستوى المدربين برضو، الحقيقه اسماء كبيره جدا، لكن الحقيقه ما قدرش اليونايتد انه يستعيد بريقه من بعد الجيل بتاعك ومن بعد مرحله اليكس فيركسون. من وجهه نظرك ايه السبب في ده؟ ايه سبب تراجع اليونايتد، عدم قدرته على تحقيق الالقاب سواء المحليه او المنافسه على الالقاب الاوروبيه؟ وهنا حتى مش بتكلم على الشامبيونز ليج، بتكلم على بطوله زي مثلا اليوروبا ليج. ايه السبب من وجهه نظرك؟ نعم، اعتقد ان السبب هو فيما ذكرت، سبب هو مغادره السير اليكس فيرغسون النادي. اعتقد انه من المستحيل ان تضاهي فتره اليكس فيرغسون. قد كانت فترة عظيمة للنادي، ليس فقط على مستوى اللعب، وإنما فوز المباريات والفوز بالبطولات. نحن بعد ذلك لم نعتد على هذه الطريقة، لم نرى هذا يحدث مرة أخرى. أعتقد أن حتى تأثيري على تمركزات اللاعبين، كما تعرف التغيرات التي حدثت لليونايتد قد أدت إلى هذا المنحدر الذي وصل إليه اليونايتد الآن. أعتقد أن هذه هي أهم الأسباب. بالتأكيد أنت عندك تصور، يعني إحنا بنتكلم على نادي من أكبر الأندية على مستوى العالم من ناحية الشعبية والجماهيرية، بنتكلم على نادي يعتبر من الأندية القوية جدا على المستوى الاقتصادي أو المستوى المالي، بنتكلم على نادي عنده القدرة إنه يستقطب أهم الأسماء سواء على مستوى المدربين، المديرين الفنيين، وعلى مستوى اللاعبين. شايف الحل ازاي؟ ازاي ممكن اليونايتد يخرج من النفق المظلم اللي استمر فيه او اللي حاولت فيه اسماء كبيره جدا، يمكن اقربهم وابرزهم يمكن جوزيه مورينيو، حتى جوزيه مورينيو لم ينجح مع اليونايتد. نعم، اتفق معك تماما. أعتقد أن اليونايتد يجب عليه أن يصل لتوليفة جيدة بجوار المدير الفني. أعتقد أنهم قد صرفوا بالفعل ما يقارب المليار دولار في الفترة الأخيرة، في السنوات الماضية،
ولكن إذا أحضرت أفضل مدير فني في العالم في هذه الفترة، أعتقد أن مانشستر يونايتد يريد تجديد التفكير، يريد تجديد تفكير الإدارة ليواكب الطريقة التي تتعامل بها الكرة الآن. أعتقد أن قيادة يوركن، أنت كان ليك تصريح مهم جدا في نفس الإطار ده، أو كنت عبرت فيه عن وجهة نظرك أنك شايف أنه شخصية زيدان، طبعا زين الدين زيدان، أنه هو الأنسب لقيادة مانشستر يونايتد. واحد، عايز أعرف ليه اخترت زين الدين زيدان، واثنين، هل ده معناه أنك مش راضي عن تجربة إريك تين هاج مع اليونايتد، ولا شايف أنه في أسباب تانية تستدعي استقدام زين الدين زيدان؟ أعتقد أمر بسيط. تين هاج مدرب جيد، ولكنه ليس المناسب في هذه الفترة، وزيدان هو المناسب. أعتقد أن زيدان لديه طريقته الخاصة، رأينا مع ريال مدريد سنة تلو الأخرى يفوز بالبطولات ويفوز بدوري أبطال أوروبا سنة تلو الأخرى. أعتقد أن زين الدين زيدان قادر على فعل هذا مع مانشستر يونايتد. أعتقد أنه لديه القدرة على احترام اللاعبين وعلى تقدير الفريق. هو أفضل مدير فني حاليا من وجهة نظري. وأيضا مورينيو كان مدير فني جيد، ولكن كما قلت، جوزي مورينيو هو من أفضل المدربين في العالم في فترته، ولكن ربما طريقة تعامله مع المباريات مع اللاعبين لم تكن مناسبة لنا. يعني فبالتالي يمكن الوضع يبقى استثنائي شوية على مستوى مانشستر تحديدا، لأنه طول عمر اليونايتد هو بيحقق الألقاب، هو بيحقق بطولات، بيقال، وأعتقد أنه ده كان حقيقي لفترة من الفترات، أنه الأكثر شعبية على مستوى العالم بين الأندية الإنجليزية. هل تعتقد أنه نجاحات السيتي في الفترة الأخيرة، احنا بنتكلم على فرقتين فيهم تنافس كبير أو بينهم تنافس كبير جدا على مستوى مانشستر نفسها، مش بس على مستوى إنجلترا وعلى مستوى أوروبا، هل تعتقد أن نجاحات السيتي في السنوات الأخيرة، فوزوا بلقب البريمير ليج، تحقيق لقب تشامبيونز ليج، فوزوا ببطولة كأس العالم للأندية، هل ده سحب البساط؟ هل ده زود من شعبية السيتي شوية على حساب اليونايتد؟ لا، لا أعتقد ذلك. أعتقد أن مانشستر سيتي في آخر ثماني سنوات كان بالفعل كان لديه الكثير من الدعم. هو واحد من أكبر الأندية في إنجلترا بلا شك، ولديهم تاريخهم الخاص. أعتقد أنهم لديهم فريق ناجح الآن. أنا أتفق مع ذلك، ولكن على مستوى الشعبية في البريمير ليج، فمانشستر يونايتد هو الأبرز. مانشستر يونايتد لديه اللحظات الأروع في تاريخ إنجلترا. أعتقد أن التاريخ يشهد لنا بذلك. نريد أن نفوز لنسترجع هذه الذكريات، أتفق مع ذلك. فالفوز بالمباريات هو السبيل الوحيد، والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو إحضار زين الدين زيدان حالاً كمدير فني لمانشستر يونايتد. هو القادر على انتشال الفريق في هذه الفترة وإعادة الفريق على طريق المنافسة. وإنت بتتابع بطولة الدوري الإنجليزي، شايف إزاي المنافسة الموسم ده، ومن وجهة نظرك مين أقرب ومين أفضل، أرتيتا أم جوارديولا، السيتي أمام الأرسنال؟ أعتقد أن أرسنال الآن يؤدي بشكل جيد وينافس مع مانشستر سيتي، وأظهر منافسة قوية بجانب مانشستر، ولكن مانشستر سيتي له السيادة. مانشستر سيتي يعرف كيف يفوز، يعرف كيف يفوز بالمباريات، ويعرف كيف يفوز بالبريمير ليج. أنا كنا قادرون على ذلك حينما كنت ألعب، كان مانشستر يونايتد قادر على فعل ذلك، فهذا ما أراه الآن. لديهم هداف الدوري لسنوات، لديهم أفضل صناع اللعب، فبالتالي الطاقة والقوة التي يحظى بها مانشستر سيتي لديه تمده بالقدرة اللازمة للفوز بالدوري الإنجليزي. أعتقد أن أرتيتا مدرب جيد، ولكن ليس له حظوظ هذا العام. طيب، كان ليك تصريح يعني روح معك لليفربول. طبعا أنا عارف إحنا هنا في مصر بنحب ليفربول جدا، أو زادت شعبية ليفربول خصوصا بعد تألق النجم المصري محمد صلاح هناك. عايز أخد رأيك في تجربة يورجن كلوب، وهل فعلا انت صرحت انه توقعاتك انه يورجن كلوب يرجع بعد موسم استراحة محارب، يعني يرجع مرة تانية لقيادة
ليفربول، هل ده حقيقي ودي كانت وجهة نظرك؟ وايه رأيك في المستوى اللي بيقدمه صلاح مع الليفر؟ حسنا، انا لدي احساس، لدي شعور خاص بي ان انا 8 سنوات هي فتره طويله ان تغادر الفريق وتتركه بهذه السهوله، فاعتقد انه سيريد ان يحافظ على عمله، يحافظ على انجازاته. اعتقد انه فقط هي فتره نقاها ليورجن كلوب، وبالنسبه لي هو قصة مختلفة، سيشاهد الأمر من الخارج فترة قليلة وسيرى ليفربول من هو المدير الفني صاحب الشغف الذي يستحقه النادي، وسيحدث كما فعل مانشستر يونايتد مع فيرغسون، كان الأمر صعب. الآن من الصعب أن تترك وتغادر النادي في هذه الفترة، هذا هو رأيي بالنسبة لكلوب. وبالنسبة لمحمد صلاح، محمد صلاح كان محط رغبة للأندية السعودية الفترة الماضية، بالفعل هو الأبرز في مصر، هو اللاعب التاريخي للجماهير المصرية، وهو لاعب تاريخي أيضا للدوري الإنجليزي وليس فقط لمصر. أعتقد أن الجماهير الإنجليزية ستكون سعيدة إذا استمر مع ليفربول ولم يغادر السعودية. فأعتقد أن محمد صلاح الآن سيظل واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي، وحينما ترى محمد صلاح ويورجن كلوب يغادر ليفربول سيكون محط اهتمام للأندية السعودية بالفعل، ولكن وستكون نقلة كبيرة للدوري السعودي. خليني أكلم واحد من يعني اللي حملوا لقب البطولة الأغلى على مستوى أوروبا، لقب الشامبيونز ليج. أسألك عن توقعاتك ورؤيتك لمباراتي العودة في الدور قبل النهائي. واحد، طبعا هل بتشوف الأول أن المستوى اللي قدمه ريال مدريد أمام السيتي في مباراتين ذهابا وإيابا ثم أمام البايرن في الأليانز أرينا يقول أنه ريال مدريد هو الأقرب لتحقيق البطولة، ولا بتشوف أن الفرص متساوية؟ وخليني أخذ رأيك في توقعك لمباراة العودة أو مواجهة العودة بين البايرن والريال في سانتياغو برنابيو. Against Bayern Munich. No, I think these. لا أعتقد أن المباراة قريبة. أعتقد أن مانشستر سيتي كان قادرا على قلب الطاولة، ولكن هذه هي مباراة الشامبيونز ليج. لا يمكنك أن تتوقع من سيفوز. أعتقد أن المباراة متوازنة بين البايرن وبين ريال مدريد. أعتقد أن ولكن نهاية المباراة ستكون من باب السخرية. أعتقد أن ريال مدريد سيصل في نهاية المطاف، كلنا نتوقع، ولكن ريال مدريد سيصل. طب على الناحية الثانية، شايف المواجهة ازاي بين بي اس جي وبين بروسيا دورتموند؟ وبالمناسبة كان ليك تصريح عن سانشو اللي بالنسبة لجمهور اليونايتد علامة استفهام، تألق مع بروسيا دورتموند ثم العودة لإنجلترا مع اليونايتد إخفاق وفشل ذريع ثم العودة مرة تانية للتوهج، ويمكن يكون صاحب الفضل الأول في تأهل بروسيا دورتموند للدور قبل النهائي في الشامبيونز ليج. نعم، أعتقد أن هذا رأيي فعلا. أعتقد أن حينما قلت ذلك مقتنع تماما أنه مناسب، إذا كان مناسبا أن نعيد جيدن سانشو للفريق، فهو لاعب شاب يستطيع أن يفيد الفريق بشكل كبير، وكنت أود أن يكون في وقتي لاعب مثله. هو يستحق فرصة ثانية، يريد بعض التوجيه والإرشاد من جانب المدير الفني. رأينا ما فعله في الأول مع بروسيا دورتموند وما فعله مرة أخرى، فبالتالي كيف فرطنا في لاعب مثل جيدن سانشو؟ رأينا ما فعله الفريق أمام باريس سان جيرمان. أعتقد أنها يوجد عاملان مهمان. الأول، يجب على المدير الفني أن يكون متعاونا وأن يكون سعيدا مع اللاعب، فبالتالي الفترة تكون مثمرة للفريق.
والجانب الآخر أتمنى أن نستعيد جيدن سانشو. أعتقد مع تغيير الإدارة الفنية للفريق سنرى نتيجة أفضل من سانشو. أعتقد أن عودته ستكون مفيدة لليونايتد. هل في أسماء تانية إلى جوار سانشو تتمنى أنها ترتدي قميص اليونايتد في الموسم اللي جاي؟ أسماء لعيبة شايف أنها ممكن تصنع الفارق مع اليونايتد؟ نعم، أعتقد أن هناك أسماء، يوجد لاعبان شابان يجب علينا إحضارهما. أنا أحب النهم الذي عند إيزي من كريستال بالاس. أعتقد أننا قادران على أن يصنع التاريخ مع مانشستر يونايتد. لديهم الشغف ولديهم القدرة الكبيرة على إحراز الأهداف، وقد رأينا هذا العام مع كريستال بالاس ما استطاع أن يحققه، أبهر العالم كله. أعتقد أننا سنرى هذا اليوم أمام مانشستر يونايتد. هما لاعبان لديهم طاقة كبيرة، سنكون محظوظون إذا استطعنا أن نحضرهما. لدينا ميسون غرينوود أيضا، كان لدينا هذا اللاعب شاب وقد عانى بعض الصعوبات، ولكن إذا استطعنا أن نستغل هذين الشابين فسيكون لدينا رؤى مختلفة ومعايير مختلفة لطريقة اللعب. إذا أعطينا الفرصة لهؤلاء اللاعبين بجانب سانشو، أنا أحب طريقة لعبهما. أحببت كثيرا مشاهدة البريمير ليج حينما وهما يلعبان، ولهذا السبب قد قلت أن إيزي وأوليسي يجب علينا أن نحضرهما لمانشستر يونايتد. إذا كنت أنت شخصيا بتثق فيهم فأنا ما عنديش شك من مدى جودتهم، وأوعدك أن أنا أتابع بما أنك أنت شايف أن هم لاعبين مبشرين. وأعتقد النهاردة في مباراة تجمع بين اليونايتد وبين كريستال بالاس. دوايت يورك، كان شرف كبير جدا لينا أنك تكون موجود معنا. بشكرك، شكرا جزيلا على مشاركتك وعلى وقتك، وبتمنى لك دايما التوفيق. وطبعا للمان يونايتد اللي ليه معايا ذكريات كتير جدا، ولكل عشاق اليونايتد الحقيقه في كل مكان في العالم اللي ليهم مع اليونايتد ذكريات عظيمه جدا مع جيل دوايت شورك من العظماء الحقيقه. فاصل ونستقبل نجم نجوم النادي الاهلي الكابتن الكبير ماهر همام، هيكون ضيف علينا. نفتح معاه ملفات الاهلي سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي، رؤيته للمرحله دي، واتكلم معاه في نقطتين مهمين جدا او ملفين مهمين جدا محضرينهم النهارده. هندخل في التفاصيل وكمان هنروح مع التمرين الاهلي. كل ده في السادسه مع حضراتكم لكن بعد الفاصل.